أرضيته عشبة جديدا استقبله أنصار الشبيبة بكل حفاوة. أما عن معطيات مقابلة اليوم فقد حضرها جمهور غفير جدا وكانت ضعيفة المستوى، أما التحكيم فقد كان متوسطا. في الشوط الأول لم نتعرف على رائد البطولة فريق شبيبة القبائل الذي قدم عرضا هزيلا ولم يستطع اختراق دفاع المولودية وحارسها عيساني. وطيلة 45 دقيقة الأولى من اللقاء اكتفى عناصر شبيبة القبائل بالقذف من بعيد فقط، طارة عن طريق أدغيغ وطارة أخرى بواسطة مفتاح لكن بدون جدوى. أما ضيف الشبيبة فريق مولودية قسنطينة فقد اكتفى ببعض المحاولات المعاكسة بقيادة خليلي وملل لكن دون أن يشكل أي خطورة. الشوط الثاني تميز بضغط عناصر الشبيبة لكن المستوى بقي ضعيفا من كلا الجانبين. وفي الدقيقة 16 من الشوط الثاني من المقابلة وبعد هذه اللقطة من جهنيط على الجهة اليمنى تتحصل شبيبة القبائل على ضربة جزاء كانت قاسية نوعا ما باعتبار أن جهنيط كانت ضيع الكرة قبل أن يسقط، وهذه الإعادة. ضربة الجزاء نفذها وضيعها قلب الهجوم العائد بويش. في باقي فترات هذا الشوط وإلى غاية الدقيقة 35 أسال فريق مولودية قسنطينة العرق البارد لرفقاء مدان وجمهورهم، خاصة بفضل الحارس عيسانين الذي كان رجل المقابلة ووقف في وجه محاولات بويش جهنيط ومدان إلى غاية الدقيقة 37 أي 8 دقائق قبل نهاية اللقاء، أين تمكن أي طاهر من جانب الشبيبة بعد فتحة أدغيغ على الجهة اليمنى من تسجيل الهدف الأول والوحيد في اللقاء لصالح فريقه، لينتهي اللقاء بنتيجة منطقية هدف مقابل صفر لصالح شبيبة القبائل بالرغم من الفرص الأخرى التي أتيحت لعناصر الفريق بعد تسجيل الهدف الأول. لكن رغم هذا الفوز يبقى أداء شبيبة القبائل غير مقنع باعتبارها رائدة ترتيب البطولة الوطنية ولعبت اليوم أمام فريق يوجد في مؤخرة الترتيب ويعاني منذ عدة أسابيع النتائج السلبية والمشاكل العديدة.